الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا المؤتمر الذي يعقد سنويا في أرض الإسراء والمعراج تكون به وزارة الأوقاف إحياء لسنة أسنها الحاج أمين الحسيني رحمه الله عام 1931، وبناء على توجيهات من الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله، حيث أن وزارة الأوقاف تقيم هذا المؤتمر، مؤتمر بيت المقدس، من أجل بحث الأمور وتداعيات ما يحصل في فلسطين بشكل عام وفي القدس بشكل خاص والمسجد الأقصى. وأن هذا المؤتمر في هذا العام سيبحث موضوع الزكاة، حيث أن المدينة المقدسة وفي هذه الظروف العصيبة بحاجة إلى الدعم المادي والمعنوي من أجل ثبات وصبر أهلها وصمودهم أمام الاحتلال الإسرائيلي. سياسة صندوق الزكاة الفلسطيني ومن خلال أذرعه العامل في محافظات الوطن وهي لجان الزكاة المختلفة، لابد من المساعدة والوصول إلى المحتاجين، ليس فقط في المساعدة العينية أو النقدية أو الإغاثية. هناك بعض المتطلبات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني المعوز، ومن ضمن هذه الأمور الخدمات سواء كانت التعليمية أو الطبية والعلاجية. فكان مستشفى الرازي أحد هذه الخدمات التي تقدم للمواطن ومن خلال لجان الزكاة. وأنا هنا أود أن تأكيد على أن لجنة أموال الزكاة في محافظة جنين هي من اللجان النشطة والعاملة والفاعلة، والتي تقوم في هذا الدور على أكمل وجه. وهناك تنسيق ما بين مجلس الإدارة وإدارة المستشفى ولجنة الزكاة في جنين من أجل الوصول إلى كافة المواطنين وتقديم الحاجة الضرورية لهم، سواء في الجانب التعليمي أو الجانب المهني الطبي. يأتي صندوق الزكاة في المرتبة الأولى في محاربة الفقر كوعاء حاضن للزكاة بالصورة الشرعية، محارباً للفقر والتكسب والتسول بالطرق الشرعية والعلمية والمنهجية، منفقاً أكثر من 20 مليون دولار في العام 2015 على أبواب متعددة شاملة التعليم والتخصصات اللازمة به، شاملة المراكز الصحية والطبية والمستشفيات بعلاج المرضى والفقراء، شاملة أكثر من كفالة 20,000 يتيم على مدى العام، إضافة إلى كفالة الأسر الفقيرة، وأخيرا وضع البرامج التشغيلية للسيدات معيلات الأسر ضمن إشراف لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة الفلسطيني. وقد بدأ صندوق الزكاة الفلسطيني في مع بداية العام 2016 بمنهجية جديدة تواكب العلم والتطور، بفتح بنك المعلومات الزكوي وتوافقه مع الدراسات المستفيضة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع أسس لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة ومنع التسول والتكسب دون وجه حق. ويأتي هذا الباب ضمن جهود مشتركة لهذا العام بوضع سكرتاريا العمل الخيري في فلسطين، منبثقة عن مكتب المساعدات الرئاسية التي يشارك صندوق الزكاة الفلسطيني بعضوية فيها لتحديد المساعدات القادمة للشعب الفلسطيني. فكان عنوان هذا المؤتمر داعيا إلى زيادة الشراكات التي قام صندوق الزكاة الفلسطيني بتوثيقها خلال العامين الماضيين بالشراكات مع مؤسسات دولية خيرية في العالمين العربي والإسلامي، وإضافة إلى شراكات مع شركات محلية وضعت ثقتها في صندوق الزكاة الفلسطيني ليكون مشرفاً على التوزيع على أسر محتاجة. ويأتي ختام هذه الأعمال بالشراكة مع البنك الإسلامي العربي، راعي حقيقي للعمل الخيري. إن هذا المؤتمر يطلب من
الإخوة الذين حضروا من العلماء الأفاضل أن يضعوا توصيات جليلة من خلالها يدعو الأمتين العربية والإسلامية تقديم الدعم اللازم انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث سألته ميمونة قالت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة من غيره. فقالت يا رسول الله إلم أستطع أن أحمل إليه، قال لئن تهدي إليه زيتا يصر في قناديله فمن فعل ذلك من أتاه.